بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لدينا اليوم أعزائي الطلبة تمرين إضافي، هو تابع للجزء الخامس من تمرين إضافي. يقول سوف أقرأ عليكم الأسئلة. إذن في هذه الحالة يقول نفس الأسئلة بالنسبة للدالة المعرفة على R ما عدا واحد إلى اثنين، ونقصد بنفس الأسئلة بالنسبة للجزء الخامس في الفيديو رقم 5 بالنسبة للدراسة الدالة مع رسم منحناها البين. لكن سوف أقرأ الأسئلة. إذا يقول f لx تساوي 2x مربع ناقص 3x مربع زائد 2 الكل على 2x ناقص 1. في البداية يقول بين أنه يمكن كتابة f بهذا الشكل، معناه f لx تساوي x ناقص 1 زائد 1 على 2x ناقص 1. بعد هذا يطلب منا حساب النهايات عند أطراف مجالات مجموعة التعريف، كذلك تفسير النتائج بيانين إن أمكن ذلك. بعدها حساب الفتحة مشتقة دالة F مع دراسة إشارتي ثم تشكيل جدول التغيرات. بعدها إثبات أن المستقيم دالتا ذو المعادلة Y يساوي X ناقص 1 مستقيم مقارب مائل لـ CF. بعدها رسم المنحنى البيان. إذا لننطلق على بركة الله في هذه أو في الإجابة على هذه الأسئلة مع بعض. إذا قلت هكذا، إذا شوف إذا لدينا f لx، تساوي هي 2x مربع ناقص 3x زائد 2 هكذا على كسر على 2x ناقص 1. مجموعة تعريف هذه الدالة قلت سابقا دي اف تساوي ار ما عدا، او هي مجموعة الاعداد الحقيقية ما عدا ماذا؟ 1 على 2 هكا. في البداية طلب مني اثبات ان اف لإكس تكتب بهذه الصيغة أو بهذا الشكل، وهي x ناقص 1 زائد 1 على 2 x ناقص 1 هكذا. هذا بطبيعة الحال من أجل كل x لا يساوي 1 على 2. إذن في هذه الحالة طريقة، إذا سوف نقوم بتوحيد المقامات فقط. إذا أقول تساوي ماذا؟ انطلاقا سوف أنطلق من العبارة المعطاة. إذا أقول تساوي أفتح قوس x ناقص 1 ضرب 2x ناقص 1، أنا أقوم بتوحيد المقامات، زائد ماذا؟ زائد 1 هكذا، الكل على ماذا؟ على المقام المشترك الذي هو 2x ناقص 1. الآن أقوم بتبسيط نشر وتبسيط هذه العبارة. إذن هنا x في 2x، إذن كم يصبح؟ يصبح 2x مربع. لدينا x كذلك في ناقص 1، إذن ماذا يساوي؟ إذن هو ناقص x. لدينا ناقص 1 في 2x، إذا يصبح ناقص 2x. ناقص 1 في ناقص 1، إذا يصبح زائد 1.
ولا ننسى كذلك القيمة زائد واحد الأخير. إذا هكذا على ماذا؟ على 2x ناقص 1. سوف أقوم الآن بجمع الحدود المتشابهة وهي الحدود التي لها نفس المجهول. إذا لاحظ معي أنه 2x مربع ليس له حد مشابه، معناه يبقى 2x مربع هكذا. لاحظ هنا أن ناقص x وناقص 2x حدان متشابهان، إذا ناقص x ناقص 2x يصبح لدينا ناقص 3x، ولدينا في الأخير 1 زائد 1 إذا يصبح زائد 2، الكل على ماذا؟ الكل على 2x ناقص 1. إذا بهذا فقد قمت بإثبات أن الدالة f لx التي تساوي 2x مربع ناقص 3x زائد 2 الكل على 2x ناقص 1 يمكن كتابتها بالعبارة أو بالشكل أو بالصيغة x ناقص 1 زائد 1 على 2x ناقص 1 هكذا. الآن نأتي إلى حساب النهايات. إذا أقول النهاية، حساب النهاية، إذا أبدأ أولا لما x يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى ناقص ما لا نهاية للدالة f لx. إذا أي الدالتين أختار؟ أنا سوف أختار الصيغة الثانية، أي x ناقص 1 زائد 1 على 2x ناقص 1. إذا أقول تساوي النهاية لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذا هنا لـ x، إذا أكبر هنا ax، سوف آخذ نهاية x هذه. إذا تقول لماذا؟ إذا أقول لك لقد وضحت هذا في درس النهايات، يمكنك مراجعة ذلك من خلال الفيديو المطروح. إذا نهاية x إذا تعطينا ناقص ما لا نهاية. كذلك النهاية لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية للدالة f لx ماذا تساوي؟ أقول تساوي نهاية x كذلك لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن كذلك هنا النهاية بحسابها تعطينا زائد ما لا نهاية. إذن بالتعويض بقي الآن أن نقوم بحساب النهاية على يمين 1 على 2 أو أقول بقيم أقل، وعلى يسار 1 على 2. إذن لدراسة ذلك يجب دراسة إشارة المقام. إذن المقام في هذه الحالة الذي هو 2x ناقص 1 هكذا في جدول. إذن لدينا x يأخذ قيم حقيقية من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية. إذا لدينا إشارة المقام 2x ناقص 1 يساوي 0، هذا من أجل x يساوي 1 على 2، أو أقول لما x يساوي 1 على 2 2x زائد ناقص 1 تساوي 0. إذا إشارتها تكون عكس إشارة A، إذا هنا سالبة وهنا تكون موجبة، عكس إشارة A نفس إشارة A. أقول الآن لما x يؤول إلى ما؟ إلى 1 على 2 بقيم أقل، إذا لدينا 0 إشارته سالبة، ولما x يؤول إلى 1 على 2 بقيم أكبر إذا لدينا 0 إشارة موجبة. يلا إذا على بركة الله أحسب النهاية. أقول نهاية ماذا؟ نهاية الدالة f لx لما x يؤول إلى 1 على 2 بقيم أقل. إذا كذلك سوف أختار الدالة أو الصيغة الثانية. إذا هي نهاية ماذا؟ هي نهاية 1 على 2x ناقص 1. أقول هنا تساوي ماذا؟ تساوي نهاية لما x يؤول إلى 1 على 2 بقيم أقل لمن؟ لواحد على 2x ناقص 1. ماذا تساوي؟ إذا سوف أجدها تساوي 1 على ماذا؟ على 0. إذا أي 0؟ إذا يكون بقيم أقل، إذا 0 سالب. قلنا سابقا أو في دروس سابقة أن 1 على 0 إذا لا نكتب في الرياضيات 1 على 0، أو لا يوجد بالأحرى لا يوجد في الرياضيات عدد على 0. قلت بل تقبل مجازا فقط، إذا نقبلها مجازا هي لا توجد. إذا تصبح عدد على 0 ما لا نهاية وموجب على السالب يعطينا ناقص، إذا هي ناقص ما لا نهاية. كذلك النهاية لما x يؤول إلى 1 على 2 عفوا على 2 إذا بقيم أكبر.
للدالة اف لإكس تساوي ماذا؟ إذن هي تساوي واحد على صفر موجب مباشرة، إذن هي كسابقتها، وتساوي ماذا؟ إذن تساوي في هذه الحالة زائد ما لا نهاية. بهذا قد قمت بحساب النهايات. نأتي الآن إلى تفسير النتائج الممكنة. إذن لاحظ معي أنه نهاية الدالة f x لما x يؤول إلى ناقص أو زائد ما لا نهاية يعطينا ناقص زائد ما لا نهاية، إذن هنا لا يوجد تفسير. أما لما x يؤول إلى 1 على 2 بقيم أقل بقيم أكبر أعطانا ناقص وزائد ما لا نهاية، إذن هنا لدينا تفسير. إذن أقول ماذا؟ أقول بما أن ماذا؟ نهاية الدالة f x لما x يؤول إلى 1 على 2 مرة بقيم أقل وبقيم أكبر، إذن بقيم أقل أعطانا ناقص ما لا نهاية، وبقيم أكبر أعطانا زائد ما لا نهاية، إذن هكذا عفوا قلت ناقص زائد ما لا نهاية، فإن ماذا؟ فإن نقول x يساوي 1 على 2 هو مستقيم مقارب عمودي، أو أقول عنه رأسي، أو أقول عنه موازي لحامل محور التراتي. بعد هذا نأتي إلى حساب مشتقة الدالة f. f ما بها؟ دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجموعة التعريف التي هي R ما عدا 1 على 2، ومن أجل كل X لا يساوي 1 على 2، أو أقول من أجل كل X ينتمي إلى R ما عدا 1 على 2 هي نفس المعنى. ماذا لدينا؟ إذن f فتحة لx، أنا أقوم باشتقاق الصيغة الثانية أو الشكل الثاني. إذن مشتق x ناقص 1، إذن مشتق x يعطينا 1، أقول مشتق ناقص 1 يعطينا 0، زائد مشتق الدالة الناطقة التي هي 1 على 2 x ناقص 1، إذن مشتق البسط يعطينا 0 في المقام 2 x ناقص 1 ناقص ماذا؟ حسب القاعدة مشتق المقام الذي هو 2 في البسط الذي هو 1 على المقام الذي هو 2 x ناقص 1 كل مرة. إذن أقول ماذا يصير؟ لاحظ معي أنه صفر في القوس 2 x ناقص 1، إذن ماذا يعطينا؟ يعطينا صفر. إذن ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا كالتالي هو 1، إذن ناقص 2 في 1 تصبح ناقص 2 مع زائد، إذن تصبح هكذا ناقص 2 على المقام الذي هو 2 x ناقص 1 الكل مربع. إذن لتسهيل دراسة الإشارات هذه المشتقة يجب هنا أن أقوم بتوحيد المقامات. قول تساوي ما تساوي؟ تساوي هكذا، إذن هو 1 في 2 x ناقص 1 الكل مربع ناقص 2 على ماذا؟ على المقام مربع الذي هو 2 x ناقص 1 مربع. إذن هنا الأولوية هي للأس، إذن سوف أقوم بنشر المتطابقة الشهيرة. إذن هنا 1 في 2 x ناقص 1 هي عبارة عن متطابقة شهيرة، لن تصبح هي 4
إكس مربع ناقص 4 إكس زائد 1 بين قوسين ناقص 2 على ماذا؟ على المقام الذي هو 2 إكس ناقص 1 الكل مربع. هكذا. إذن ماذا تساوي؟ إذن أقول سوف أكمل. إذن أكمل أكتب F فتحها لإكس ماذا تساوي؟ إذن 1 ضرب 4 إكس مربع إذن يصبح هو 4 إكس مربع، ضرب ناقص 4 إكس هو ناقص 4 إكس، ضرب ماذا؟ ضرب 1 إذن يصبح زائد 1 ناقص 2 الأخيرة لا ننساها، إذن الكل على ماذا؟ على المقام الذي هو 2 إكس ناقص 1 الكل مربع يساوي هو 4 إكس مربع ناقص 4 إكس إذن ناقص 1 زائد 1 ناقص 2 تصبح ناقص 1 إذن على المقام 2 إكس ناقص 1 كل مربع. بهذا قد قمت بنشر وتبسيط عبارة المشتقة. نأتي الآن إلى دراسة إشارة المشتقة. إذن إشارة المشتقة هنا هي من إشارة البسط. لماذا؟ لأن المقام موجب من أجل كل قيم إكس التي تنتمي إلى R ما عدا 1 على 2. بقي الآن دراسة إشارة البسط، أو أقول أن إشارة المشتقة هي من إشارة البسط. إذن لتحديد إشارة البسط إذن أقول 4 إكس مربع ناقص 4 إكس، نبدأ دائما قلت بالإشارة البسيطة وهي الإشارة المعدومة، إذن أقول تساوي الصفر. إذن هنا يستلزم حساب المميز دلتا. لماذا؟ لأنه أصبح لدينا معادلة من الدرجة الثانية. إذن حساب المميز دلتا الذي يقول قاعدته ب مربع ناقص 4 أ في سي، في هذه الحالة قيمة ب هي ناقص 4 مربع حسب القاعدة، ناقص 4 في قيمة أ التي هي 4 في قيمة سي التي تساوي ناقص 1. إذن ماذا يساوي؟ إذن بحساب المميز دلتا إذن هنا تصبح 16، إذن ناقص 4 مربع هي 16، ناقص 4 في 4 هي ناقص 16 في ناقص 1 إذن تصبح زائد 16، يصبح ماذا؟ إذن المميز دلتا يساوي 32. نحتاج كذلك إلى حساب جذر دلتا. إذن أكتب هنا جذر دلتا ماذا يساوي؟ لماذا؟ لأنه نحتاجه في إيجاد الحلول. إذن جذر دلتا ماذا يساوي؟ أقول يساوي 4 جذر 2، هكذا 4 جذر 2. نأتي الآن إلى حساب حلان متميزان. إذن إكس واحد ماذا يساوي؟ هو ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 أ، والحل الثاني هو إكس اثنين الذي يساوي ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أ. إذن ماذا يساوي؟ أقول يساوي ناقص للقاعدة قيمة ب هي ناقص 4، قيمة جذر دلتا ناقص إذن هي ناقص 4 جذر 2 الكل على 2 في قيمة أ، إذن 2 ضرب 4. إذن يمكن هنا اختزال 4 إن أردت ذلك. إذن هنا في إكس 2 هي ناقص للقاعدة قيمة ب ناقص 4 زائد 4 جذر 2 هكذا على المقام 2 في 4. إذن بحساب هاتين القيمتين سوف نجد ماذا؟ نجد x1 يساوي بالتقريب، إذن x1 يساوي بالتقريب فقط، إذن هو ناقص 0.2 بالتقريب. كذلك حساب x2
إذا نعتمد هنا على الآلة الحاسبة فقط، إذا هو 1.2 بالتقريب فقط وليس قيمة مضبوطة، 1.2. نأتي الآن إلى تحديد إشارة المشتق، أو نقول نلخص إشارة المشتق في الجدول التالي. إذن قلت سابقا أن إشارة المشتق هي من إشارة البسط. إذن لدينا قيم x، أولا أبدأ بمجموعة تعريف من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية. لدينا 1/2 قيمة ممنوعة، إذن لا ننسى ذلك، دائما نبدأ بمجموعة التعريف حتى لا أنسى القيم الممنوعة. إذن عند القيم الممنوعة يوجد شريط هكذا. إذن أقول أن ناقص 0.2 الذي هو أصغر من 1/2، إذن يكون هنا، والذي يقوم بعدم المشتقة 1.2، إذن هنا 1.2. إذن كلا من ناقص 0.2 1.2 يقومان بعدم المشتقة. إذن أو أقول لما x يساوي ناقص 0.2 أو 1.2 فإن أفتح لx ماذا تساوي؟ تساوي 0. وإشارة أفتح لx قلت دائما هي من إشارة بسطها الذي هو عبارة عن معادلة من درجة ثانية. إذن تكون إشارة هي نفس إشارة A، معناه موجبة عكس إشارة A بين الحلين، وهنا نفس إشارة A. إذن هذه هي إشارة المشتق. نأتي الآن إلى تشكيل جدول التغيرات. إذن نقول دائما أن جدول التغيرات هو ملخص لما سبقه مع إضافة تغيرات الدالة F. ضد شريط القيمة الممنوعة. إذن لدينا قيم x هنا تغير من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية مع 1/2 قيمة ممنوعة هكذا. إذن كما قمت بتحديد هذا الشريط. إذن قلت سابقا أن A فتحة لـ x تنعدم من أجل x يساوي ناقص 0.2 و 1.2، وقد حددنا الإشارة سابقا. إذن كانت موجبة سالبة داخل مجال الجذرين، خارج مجال الجذرين موجبة. تغيرات دالة f لـ x، إذن هنا فقط واضح أنها موجبة. إذن f لـ x أو تغيرات دالة f لـ x نقول تغيرات دالة f لـ x متعلقة بإشارة المشتقة. إذن هنا تكون متزايدة متناقصة، وهنا متناقصة ثم متزايدة هكذا. إذن لدينا لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية وجدناها ناقص ما لا نهاية، ولما x يؤول إلى 1/2 بقيم أقل وجدنا f لx يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ولما x يؤول إلى 1/2 بقيم أكبر وجدنا f لx يؤول إلى زائد ما لا نهاية، ولما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية وجدنا f لx يؤول إلى زائد ما لا نهاية، f لx يؤول إلى زائد ما لا نهاية. بقي الآن أن نحسب صورة العدد ناقص 0.2 بالدالة f، أي نقوم بتعويض ناقص 0.2 في f لx وكذلك 1.2 في f لx حتى نجد القيم. إذن بالتعويض ماذا سوف نجد؟ بالحساب، أنا قمت بحساب هذا سابقا. إذن ناقص 1.9 وهنا 0.9. إذن هكذا قمت بإنشاء جدول التغيرات. نأتي الآن إلى إثبات ماذا؟ إثبات أن
المستقيم دلتا الذي معادلته إكراك تساوي ماذا؟ هي إكس ناقص واحد مستقيم مقارب مائل لسي اف. إذن هنا ما بقي إلا أن نقوم بحساب نهاية الفرق. إذن عند ناقص زائد مالا نهاية، أقول نهاية لما إكس يؤول إلى ناقص مالا نهاية لإف لإكس ناقص مالا ناقص إكراك. إذن ماذا تساوي؟ تساوي الآن سوف أقوم بتعويض إف لإكس وإكراك كل بما يساوي. إذا لدينا عبارة إف لإكس أنا أختار الصيغة الثانية، إذا التي هي إكس ناقص واحد زائد واحد على اثنان إكس ناقص واحد هكذا ناقص إكراك. إذا إكراك عبارته إكس ناقص واحد، إذا مسبوق بإشارة سالبة يصبح ناقص إكس زائد واحد هكذا. أقوم الآن بجمع الحدود المتشابهة. إذا لدينا لاحظ معي أن هنا إكس مع ناقص إكس يساوي صفر، ناقص واحد مع واحد جمعهما يساوي صفر. إذا بقيت نهاية ماذا؟ نهاية واحد على اثنان إكس ناقص واحد لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية في الحالة الأولى. إذا بحساب أو بتعويض ناقص ما لا نهاية مكان إكس، إذا تصبح اثنان ضرب ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، إذا ناقص ما لا نهاية بقي في البسط عدد واحد على ما لا نهاية، إذا ماذا يساوي؟ بالأحرى سوف أوضح ذلك بالقلم الضوئي. قلت هنا ناقص ما لا نهاية ضرب اثنان تصبح ناقص ما لا نهاية بإضافة ناقص واحد هذه، إذا تصبح كذلك ناقص ما لا نهاية. لدينا واحد على ناقص ما لا نهاية إذا تساوي صفر، أو قول عدد على ما لا نهاية يساوي صفر. شوف هنا تساوي صفر. بقي الآن أن نقوم بحساب النهاية عند الزائد ما لا نهاية. إذا نهاية دل نهاية إف لإكس ناقص إكراك لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا قمت سابقا بحساب هذه إف لإكس ناقص إكراك هذا الفرق، إذا وجدته يساوي النهاية لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية لواحد على اثنان إكس ناقص واحد. إذا ماذا تساوي؟ سوف نجد اثنان في زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ناقص واحد تصبح زائد ما لا نهاية في البسط واحد على ما لا نهاية، إذا يعطينا صفر. إذا وجدت النهاية تساوي صفر. إذا هكذا أقول إذا دلتا إكراك يساوي إكس ناقص واحد مستقيم مقارب مائل لسي اف هكذا. بعد هذا نود الآن رسم المنحنى البياني. إذا لرسم المنحنى البياني أولا هو رسم المستقيمات المقاربة. إذا لدينا في هذا المثال مستقيم مقارب رأسي معادلته إكس يساوي واحد على اثنان، ولدينا مستقيم مقارب مائل. المستقيم المقارب المائل لرسمه إذا نحتاج إلى تحديد نقطتين. إذا هكذا سوف أقوم بتحديد نقطتين في جدول هكذا، هاتان النقطتان نعتمد عليهما في رسم المستقيم. إذا أضع هنا إكس قيم إكس وهنا قيم إكراك. إذا سوف أقول أن إكس يساوي صفر، إذا كان إكس يساوي صفر إكراك ماذا تساوي؟ سوف نعوض قيمة صفر في مكان إكس. إذا سوف نجد أن إكراك تساوي صفر ناقص واحد، إذا تصبح إكراك تساوي ناقص واحد.
أقول الآن لما y تساوي صفر، إذن هكذا في البداية، إذن أقول y وضعتها صفر، إذن ماذا نجد؟ سوف نجد صفر تساوي x ناقص واحد، إذن ماذا يستلزم؟ ماذا نجد؟ إذن سوف أجد أن x بماذا يساوي؟ يساوي واحد، إذن أضع واحد هكذا. ويمكنك كذلك أخذ قيم أخرى. سوف أضع هذا الشكل الدائري هكذا فقط حتى لا أنسى أن هذه نقطة وهذه نقطة، ولا أخلط بين هذه وبين القيم الأولى، لأنه يمكنك أن تخلط وترسم النقطة التي إحداثها صفر واحد هكذا. إذن حتى لا أخلط أضع هذا الشكل هكذا وهكذا، إذن حتى أرسم هذه النقطة. نأتي الآن إلى تعيين نقاط تقاطع المنحنى البياني مع محورين إحداثيين، لأننا نحتاج إلى ذلك طبعا. في CF، إذا نبدأ دائما بـ CF، ما بها؟ تقاطع محور الفواصل. إذا هذا ماذا يستلزم؟ إذا يستلزم أن F لـX تساوي صفر. إذا أنت لو تقوم بحل هذه المعادلة سوف لن تجد نقاط تقاطع المنحنى البياني مع محور الفواصل. إذا كما يمكننا كذلك أن نستنتج ذلك من خلال جدول التغيرات. إذا لاحظ معي من خلال جدول التغيرات أن الدالة تتغير من ناقص ما لا نهاية إذا حتى ناقص 1.9، إذا فهي لا تمس محور الفواصل لأن محور الفواصل صفر، ومن ناقص 1.9 إلى ناقص ما لا نهاية. أو يمكننا أن أشكل هذا الشكل هكذا. لاحظ معي هنا أني سوف أشكل شكلا تعبيريا فقط، استنتج من خلاله هل الدالة تقطع محور الفاصل أم لا. إذا سوف أجعل هكذا سهل، هذه زائد ما لا نهاية أسميها، وهذه ناقص ما لا نهاية، وهذه صفر التي هي محور الفواصل. لاحظ معي أنه لدينا من خلال جدول لدينا ناقص صفر فاصل أو عفوا ناقص 1.9، إذا هي تحت الصفر، إذا ناقص 1.9 تكون هنا هكذا، ولدينا 0.9 إذا فوق الصفر، إذا الذروات التي موجودة في جدول التغير. لاحظ معي أنه لدينا من ناقص ما لا نهاية متزايدة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى ناقص 1.9، إذا هي لم تمس محور الفواصل، كذلك هي حيلة فقط نستعملها. ولدينا من ناقص 1.9 ما بها متناقصة نحو ناقص ما لا نهاية هكذا. ولدينا ماذا؟ من زائد ما لا نهاية إلى ماذا؟ إلى 0.9، هي لم تمس محور الفواصل، وكذلك من 0.9 إلى غاية وين؟ إلى غاية زائد ما لا نهاية. إذن نلاحظ أنها لم تمس محور الفواصل إطلاقا، إذن في هذا المثال الدالة لا تمر بمحور الفواصل. إذن وهذا ليس رسم منحنى بياني الدالة، إذن هي حيلة فقط نستعملها لإيجاد نقاط تقاطع قبل حسابها. أنا في هذا المثال لا أقوم بحسابها لأني أعلم أنه لا توجد. بقي الآن أن نقوم بحساب ماذا؟ إذن سوف أبحث عن نقاط تقاطع ماذا؟ المنحنى البياني مع محور التراتيب. إذن إكراك فتحة، قلت مع محور فواصل لا توجد، ولاحظت ذلك من خلال جدول التغيرات. إذن الآن مع محور التراتيب، إذن ماذا؟ أحسب آف لصفر. إذن آف لصفر ماذا تساوي في هذه الحالة؟ إذن بحساب آف لصفر، إذن سوف أجدها ناقص 2، أعوض 0 في الدالة F، إذا بحسابها سوف تجد ناقص 2. إذا هنا يمكنني كتابة نقطة C أو A أو عبر كما تشاء. إذا إحداثيها 0 ناقص 2، وهي نقطة تقاطع المنحنى البياني مع محور التراتب. بعد هذا لنأتي لرسم المنحنى البياني. إذن نأتي الآن لرسم المنحنى البياني، أولا نقوم بتشكيل معلم متعامل متجانس، ننسح ذلك. دائما يكون المنحنى البياني الذي يكون لديك يكون أحسن من المنحنى
من الرسم الذي لدي. إذن أولا أحدد الوحدة، إذن هكذا، إذن سوف أجعل هذه هي الوحدة هكذا. إذن لدينا أولا قلت دائما رسم المستقيمات المقاربة. إذن لدينا أول مستقيم مقارب والمستقيم المقارب العمودي أو الرأسي الذي معادلته ماذا تساوي؟ x تساوي 1 على 2 أي x يساوي 0.5. أين هي 0.5؟ إذن هي 0.5، لاحظ معي أنه هنا هكذا، هذه 0.5. سوف نقوم برسم هذا المستقيم هكذا، تترسم مباشرة هكذا. هذا مستقيم مقارب معادلته يمكن كتابة هنا x ما بها x فون معادلته x تساوي 1 على 2، هذا المستقيم الأول. نأتي الآن إلى المستقيم المقارب الثاني الذي معادلته y تساوي 1 x - 1. إذن وقبل ذلك قمت بتعيين النقاط التي يمكنني أن أستعين بها في الرسم، وهي كالتالي، سوف نعود إلى ذلك. إذن النقاط هي هذه، هي النقاط هي 0 و - 1، وكذلك هي النقطة 1 و0. إذن سوف أحدد هاتان النقطتان وأقوم برسم المستقيم. إذن قلت 0 - 1، إذن النقطة الأولى فاصلتها 0 وترتيبها -1، إذن هكذا من فاصلة 0 وترتيبها -1، إذن تكون هنا. والنقطة الثانية ترتيبها 0 أو فاصلتها 1 وترتيبها 0، إذن تكون هنا هكذا. الآن سوف أقوم برسم هذا المستقيم، إذن سوف أضع النقطة. أنت ترسم مستقيم يشمل هاتان النقطتان، عفوا، سوف أمدده نحو الأسفل أوكي. الآن قمت برسم المستقيم، ما اسمه؟ إذن هو المستقيم دالتا، أكتب دالتا وأضعها بين قوسين لأن المستقيم هكذا. نأتي الآن إلى تعيين نقاط التقاطع. إذا بعد رسم المستقيمات نأتي الآن إلى تعيين نقاط التقاطع المنحنى البياني مع محور الإحداثية. كما قلت سابقا أنه نقاط تقاطع سي إف مع محور فواصل لا توجد. لدينا نقطة تقاطع المنحنى البياني مع محور التراتيب والتي وجدناها 0 و - 2، والتي قمت بتسميتها سابقا، هي ماذا؟ هي نقطة سي كما سميتها. نأتي الآن إلى تعيين الذروات، إذن وذلك من خلال جدول التغيرات. سوف نرجع إلى جدول التغيرات. إذا لاحظ معي في جدول التغيرات أنه لدينا الذروة الأولى فاصلتها -0.2 مع ماذا؟ مع -0.9، هذه الذروة الأولى. ولدينا الفاصلة الأخرى التي الذروة الأخرى التي فاصلتها 1.2 مع ترتيبها 0.9 هكذا. إذن هاتان نقطتان هما ذروتان، سوف أحدد شكليهما. إذن قلت الذروة الأولى، إذن هنا -1، الذروة الأولى فاصلتها -0.2، إذن هي بالتقريب هنا، إذن سوف أجعلها هنا، هذه هي الفاصلة. سوف أغير لون حتى نلاحظ ذلك.
إذن قلت هنا تكون الفاصلة هكذا. إذن ترتيبها هو ناقص صفر ناقص 1.9، إذن هو هنا فوق الناقص 2 سوف أجعله هنا. إذن سوف الذروة تجد بالإسقاط هكذا، سوف تكون الذروة هنا، هذه هي نقطة الذروة، شكل الذروة كان بهذا الشكل هكذا. كذلك لدينا الذروة الثانية التي فاصلتها 1.2، إذا تكون هنا إذا فاصلة 1.2، وترتيبها هو 0.9، إذا هنا يكون 0.9. سوف أقوم بتحديد هذه النقطة، إذا تكون هنا هكذا على أحسن تقدير. إذا سوف أرسم شكل الذروة هكذا، يكون شكل الذروة الذي وجدناه. نأتي الآن إلى النقاط التخيلية التي نسميها. إذا ما؟ إذا وجدنا سابقا أنه لما سوف وجدنا سابقا أنه لما x يؤول إلى، لاحظ معي الضوء، لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وجدت أن f لx يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا هذه النقطة التي حدث فيها ناقص ناقص ما لا نهاية سوف تكون إذا هنا مثلا هكذا، هنا سوف أقوم بتحديدها هنا هكذا. هذه النقطة إذا تكون فوق أو تحت المستقيم، إذا كيف نعرف؟ سوف تكون تحت المستقيم. إذا لماذا؟ لأنني سوف أحدد ذلك، لاحظ معي، إذا قلت تكون تحت المستقيم هكذا، لماذا؟ لأنني سوف أذهب بهذا الاتجاه هكذا ولا يقطع لي المستقيم مقارب الماء، إذا سوف منحنى البيان يذهب إلى هذه الذروة، إذا تكون النقطة هنا تحت المستقيم. لما x يؤول إلى 1/2 بقيم أقل، إذا هو بقرب 0.5x، وجدت أن f لx يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذا أين تكون هذه النقطة؟ إذا النقطة التي إحداث فيها 1/2 بقيم أقل وناقص ما لا نهاية تكون بجوار المستقيم هنا، سوف أحددها، إذا تكون قلت هنا هكذا بجوار المستقيم. كذلك لدينا لما x يؤول إلى 1/2 بقيم أكبر، إذا هو أكبر وبجوار 1/2 بقيم أكبر، وجدت أن f x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذا هذه النقطة التي فاصلتها 1/2 بقيم أكبر ترتيبها زائد ما لا نهاية سوف تكون هنا بجوار المستقيم أو على يمين المستقيم هكذا، سوف أحددها. والآن لما x أو النقطة التخيلية الأخيرة، إذا لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وجدنا أن f لx هو كذلك يؤول إلى زائد ما لا نهاية هنا، إذا النقطة التي حدث فيها زائد زائد ما لا نهاية، إذا تكون هنا وتكون فوق المستقيم، إذا هنا هكذا. بقي الآن بعد تحديد هذه النقاط أن أقوم برسم المنحنى البياني، إذا وهو الربط بين هذه، سوف أنطلق من هذه النقطة يعني هكذا، يكون بجوار المستقيم ومستقيم مقارب مائل، ثم يذهب إلى الذروة هكذا، ثم يدور مع الذروة ويقطع محور التراتيب في النقطة ذات فاصلة صفر والترتيب ناقص 2، ويذهب بجوار المستقيم مقارب العمودي هكذا، هكذا قلت جوار المستقيم. الآن بقي الجزء العلوي، إذا ينطلق بجوار المستقيم مقارب العمودي ويذهب إلى الذروة هكذا، إذن أنا أرسم بنقاط متقطعة، كذلك أنت أرسم بنقاط متقطعة ثم أعد رسم الشكل، إذن بعد أن تتمكن من رسم الشكل، إذن ثم قلت من الذروة إلى النقطة التي هي بجوار مستقيم مقارب المائل، إذن هو يقترب من المستقيم مقارب المائل هكذا.
إذن بقي أن أقوم برسم ماذا؟ المماسات عند كل ذروة هكذا. هذا مماس أقول معامل توجيهه يساوي الصفر. عند كل ذروة أقوم برسم هذا الشكل هكذا. إذن هذا والله أعلم. إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن عندي الله.